الاهلي الامل عطبره سريعا بس أول, أول, اول الامل العطبراوي نعم. والهلال الابيض من الانديه اللي كانت منافسه بتمثل في دوري الابطال الكونفدراليه لكن يمكن لغياب الداعم في الفتره الاخيره هلال الابيض احمد هارون الامل عطبره جمال حسن سعيد الله يرحمه فحصلت هزات في مجالس الاداره بتاعت الناديين ادت لتذبذب المستويات بتاعت وعدم الاستقرار ايضا عدم الاستقرار استقرار فني بالنسبه للهلال الابيض نعم هلال الابيض مشاكل اداريه كبيره نعم مشاكل اداريه والداعم الرئيسي غياب الداعم الرئيسي نعم. ويعني واهل كردفان ذاتهم كانوا ملتفين حول الفريق دلوقتي زي الناس اللي تخلت عن الفريق وجعلت الفريق يعني هلال الابيض من الانديه اللي قدمت لها ملعب ممتاز جدا والانديه اللي كانت لها صيت في الدوري الممتاز لكن لكل جواد كبوه نتمنى الفريقين يعودوا لمستوياتهم الطبيعيه عشان اثروا المنافسه وهكذا حالة كورتنا الكره السودانيه يعني ما كابتن